نكمل كلامنا على الايموشنال انتليجنس ونشوف دورها في المديرين. يعني احنا كنا بنقول في قبل كده ان الايموشنال انتليجنس دي هي اللي بتخلي لي لو انا عايز ابقى مدير، بالتالي لو انا عايز ابقى اخد مور تايتلز، لو انا عايز اخد مور بروموتد تايتلز، بالتالي لازم يبقى عندي قدر كبير من الايموشنال انتليجنس بجانب الانتليجنت كوشنت او بجانب الذكاء المتعارف عليه العادي بتاعنا. الايموشنال انتليجنس مهمه جدا للمدير لان هي بتفرق لي او هي اللي بتعمل ديستنجش بتوين الجريت ليدر من الافرج وان. يعني هي اللي بتفرق لي بين المدير اللي هو يقدر يعمل نجاح كبير، اللي يعمل فرق كبير مع المؤسسه، بين المدير العادي اللي هو المدير المتعارف عليه اللي هو مش بيفرق، هو مدير بيؤدي وظيفه وخلاص. طيب دانيال جولمان اللي احنا قلنا عليه قبل كده اللي هو عمل كتاب الايموشنال انتليجنس خد تحليل ل 200 شركه. داخل ال 200 شركه دول شاف 200 ليدر، وال 200 ليدر دول شاف او درس ايه اللي بيفرقهم عن بعض. اول حاجه لقي ان الايموشنال انتليجنس دي بتمثل 90%، يعني لوحدها بتمثل 90% في الديفرنس بتوين ذا بيست اند ذا ليست اوف ذا اذر ليدر. يعني 90% من الفرق بين المدير اللي عمل نجاح او الليدر اللي عمل نجاح للشغل او للقسم اللي هو بيديره او للمؤسسه اللي هو بيديرها او للمجموعه اللي هو بيديرها عن مدير تاني افريج، 90% في الفرق بين المدير الكويس اللي هو ذا بيست ليدر وذا ليست اللي هم الباقيين، 90% كانت راجعه ليه الايموشنال انتليجنس. مش كده وبس، لا ده كمان لقي ان القائد كل ما كان عنده ايموشنال انتليجنس اعلى كل ما قدر يخرج او كل ما قدر يدرب مور اند مور ليدرز من المجموعه اللي معاه، يقدر يطلع مور اند مور ليدرز من المجموعه اللي معاه، لان هو بالنسبه لهم بيبقى الريال موديل او الريال رول موديل، هو المثال الحقيقي اللي هم لما بيشوفوه وبيشوفوا هو بيشتغل ازاي وبيشوفوا الايموشنال انتليجنس اللي عنده والطريقه اللي بيتعامل بيها مع الاخرين والطريقه اللي هو بيدير بيها نفسه، هما بيشوفوا مثال واقعي قدامهم. فبالتالي هما نفسهم لما بعد كده بيبقوا ليدرز بيبقوا مكتسبين عدد كبير من السكيلز عن الايموشنال انتليجنس، هما نفسهم يقدروا ينجحوا او يقدروا يثبتوا كفاءه مش كتير من الليدرز الثانيه اللي ما كانوش مع نفس الليدرز ده بيعملوا. لما احنا اتكلمنا قبل كده على الايموشنال انتليجنس اتكلمنا على اول مراحلها كانت السيلف اويرنس. لما بنيجي نتكلم على الايموشنال انتليجنس بالنسبه للليدر، السيلف اويرنس بالنسبه للليدر ان القائد ده يبقى واقعي، يبقى صريح في تقييم نقاط القوه والضعف اللي عنده. مش كده وبس، ده حتى ايفن لما بيجي كتير من الليدرز اللي بنشوفهم وورلد وايد او في انترفيوز تلفزيون انترفيوز او كده، نلاقيه حتى بيتكلم على نقاط الضعف اللي عنده بيتكلم عنها بروح دعابه. يعني هو بيتكلم عنها وهو بيضحك، بيقول انا كان عندي كذا وكذا ما كنتش بعرف اعملهم، ما كنتش بعرف اسيطر على نفسي في كذا وكذا، لكن اتعلمت وسيطرت على نفسي في كذا ونجحت في كذا. ويبدا يتكلم على بيبقى نشوف فيه واقعيه ونشوف فيه ثقه بالنفس ونشوف فيه ان هو ازاي بيتكلم على الحاجات او اللي هي ما كانتش عنده كايموشن او كانه يعمل كنترول على الايموشن اللي عنده قدر يعملها، ازاي بيتكلم عنها بسهوله وببساطه. تمام، يبقى دي كانت اول مرحله في اي ليدر ان هو يبقى سيلف اويرنس ليدر. تاني مرحله في الايموشنال انتليجنس بالنسبه للليدر بنتكلم على السيلف ريجوليشن. سيلف ريجوليشن ان الليدر ده لما كان بيحصل معاه ديسربتيف امبلس كان بيفكر قبل ما ياخد القرار. لما كان بيبقى في ميتنج مع مجموعه او وسط مجموعه ويحصل اي حاجه بتخليه زي ما احنا بنقول كده يعني يتصرف تصرف مش مظبوط، لا كان بيفكر الاول وبعدين بيدي التصرف بتاعه. الحاجه الثالثه، اي ليدر في ال 200 ليدر اللي هو خدهم دانيال جولمان كان بيعرف يعمل لنفسه موتيفيشن كويس او يعرف يعمل لنفسه سيلف موتيفيشن عالي بالرغم من وجود الديسربتيف امبلس اللي بتحصل له اثناء اليوم او اثناء الشغل. بيعرف يعمل سيلف موتيفيشن لنفسه بتفاؤل بالتزام بقوانين الشركه، دايما بيفكر ايه الجولز اللي انا عايز اوصل له. الجولز اللي انا عايز اوصل له كليدر ان انا اخلي الشركه دي اعلى شركه.
فبالتالي مش هتأثر بموقف حصل او بحاجه تضايق حصلت وهنسى الهدف النهائي. لا، انا عندي هدف كبير، كل ما افتكر الهدف الكبير اللي انا عايز اوصل له، يعني انا مثلا كموظف في شركه عايز مثلا ابقى احسن موظف في الشركه دي او موظف مثالي للشركه دي، بالتالي مش كل موقف هيحصل هدي معاه النيجاتيف بيهيفير اللي انا بأديه. ده اكتر حاجه تخليني اعمل سيلف موتيفيشن لنفسي، ان انا ببص دايما او بفكر دايما في الهدف النهائي اللي انا عايز اوصل له. الهدف النهائي اللي انا عايز اوصل له ده يبقى اكيد لازم جزء كبير منه ان انا احسن البيهيفير الخاص بي، وده اللي كان بيخلي كتير من الليدر يعملوا سيلف موتيفيشن بطريقه مظبوطه، ان هم كانوا بيفكروا في الجزء النهائي اللي هم عايزين يوصلوا له. كان عندهم قدر كبير من الامباسي او سوشيال اويرنس، قدر كبير على انهم يفهموا احتياجات العاطفية بتاعت الاخرين، يتعاملوا معاها بناء على انهم فهموها، يفهموا الايموشنال فيدباك بتاعت الموظفين اللي معاهم والايموشنال ميك اب بتاعت الناس اللي معاهم، وبالتالي هم كانوا نقدر نطلق عليهم امباثيتك ليدر. امباثيتك ليدر دول بيبقوا بعد ما فهموا احتياجات الناس اللي معاهم او المجموعه اللي معاهم، بيبقوا اكتر ناس يقدروا يعملوا ديفلوبينج ويقدروا يعملوا ريتيننج للتالنتد بيبل اللي موجودين معاهم في الشركه. الناس عندهم الموظفين اللي شغالين معاهم مش بتسيبهم، بتبقى حابه ان هي تكمل معاهم في الشغل حتى لما بيجي لهم فرص اعلى. دايما بيفكر انا مش عايز اسيب المدير ده، مش عايز اسيب المدير ده بالقدر العالي اللي عنده من السكيلز في تعامله معايا، وفي ان هو بيطورني وفي ان هو بيضيف لي مهارات. الحاجه الثانيه في المدير ده، غير ان هو ما بيخسرش الموظفين الشاطرين اللي هم معاه، مش بيخسر كمان الكاستمر، مش بيخسر كمان الزباين اللي عنده، الزباين اللي عنده اللي هم عاملين ريت عالي او اللي هم يعتبروا كي او ال او كي اوبينيون ليدرز، بيعتبروا زباين مهمين المؤسسه عايزه تحافظ عليهم. كل ما الليدرز دوت كان امباثيتك ليدر، كل ما قدر يفهم احتياجات الناس اللي موجوده حواليه، سواء كانوا زباين، سواء كانوا موظفين هو مديرهم، سواء كانوا مجموعه عمل بيعمل بيهم بروجكت ما، كل ما قدر يحافظ عليهم وكل ما قدر يطورهم وكل ما قدروا يكملوا معاه وكل ما قدر هو يعرف ويحترم الاختلافات الثقافيه والاجتماعيه والاختلافات الفكريه اللي بين المجموعه دي، وبالتالي بيقدر يبقى عنده السوشيال سكيلز، بيبقى عنده المهارات الاجتماعيه والكفاءه في اداره علاقته مع الناس دي، بيبقى مدير مقنع. كل ما كان عنده ايموشنال انتليجنس عالي يبقى مدير مقنع، مدير مقنع لمديرينه هو اللي في الشركه ان يعني ده مدير كويس، مدير مقنع للمجموعه اللي معاه اللي هو بيديرها، ومدير مقنع لزمايله ان ليه هو اتميز عندنا، ليه الشركه مدياله وضع او مدياله وجهه نظر اعلى مننا. هو بيبقى مدير مقنع بكل من 360 درجه اللي محيطه بيه. الايموشنال انتليجنس عندنا كلنا بتدار جوه جسمنا عن طريق البرين ليمبيك سيستم. الليمبيك سيستم اللي هو طبعا موجود في البرين، وهي من حسن الحظ يعني ان الايموشنال انتليجنس ممكن نتدرب عليها وممكن نطور من نفسنا فيها، حتى هي لو مش عندنا او لو مش عندنا بسرعه مرضيه احنا ممكن نطور من نفسنا فيها. نطور نفسنا فيها ازاي؟ زي ما احنا هنشوف في الفيديوز دلوقتي، ان كان في مديره، المديره دي كانت عاليه في التكنيكال ابيليتيز، عندها اكسبيرينس عاليه، عندها كفاءه عاليه جدا في الشغل كشغل، لكنها كانت لو ايموشنال انتليجنس، الذكاء الانفعالي عندها كان قليل، ما كانش بنفس الكفاءه اللي هي الخاصه بالانتليجنت كوشنت اللي هي كانت بتجيبه وفي خبرتها و شغلها وعملها وما الى ذلك. كان ان الايموشنال انتليجنس عندها مش بنفس الكفاءه، كانت اثناء الميتنج مع الموظفين بترد على التليفونات، بتقاطعهم في كلامهم، ما بتسمعهمش، ما بتراعيش اي حاله مزاجيه او اي حاله عاطفيه هم فيهم، هي دايما كانت مركزه على الشغل، هي دايما شايفه ان الشغل هو اللي لازم يتحقق والشغل هو اللي لازم انجح فيه. فجي مديرها هي ابتدى يزود او يحسن من الايموشنال انتليجنس اللي عندها، عمل ده ازاي ونجح جدا فيه وخلاها مديره عندها واحده من اعلى الايموشنال انتليجنس وبقت واحده من افضل المديرين اللي هي موجودين في شركته. عمل ده ازاي؟ عمل ده اول حاجه
ان اداها فيدباك، اداها كونتينوس فيدباك، ان عندك في الحته الفلانيه دي عايزها تتغير، عايزين مور سوشيال سكيلز. اول حاجه هي ردت بيها، انا مديره كويسه جدا، انا بعمل اللي عليا، انا بعمل حاجتين في وقت واحد، ان انا بقعد في الميتنج ومع ذلك برد على التليفونات، بقعد في الميتنج وما اخليش الشغل الباقي يتعطل، مش بخلي الناس تضيع وقت في انها تقعد تكلمني كتير عن وجهه نظرها وتشرح لي، لا ده انا بحاول قط من الوقت. المدير بتاعها اقنعها من خلال الفيدباك المستمر، ان تعالي نجرب من خلال الفيدباك اللي احنا بنعمله نجرب الحاجه الثانيه، في ان نزود الايموشنال انتليجنس اللي عندنا ونشوف ده هيؤدي بينا ازاي، تعالي نستغلها كتجربه، تعالي نستغل ده كتجربه. يبقى هو نقل الفيدباك اللي هو بيقوله لها كاكستندد براكتس، كحاجه هي تجربها، كحاجه هي تعملها تطبقها، تحولها لسكيلز بدل ما هي نوليدج، تحولها لسكيلز. طيب مش كده وبس، كمان ده هو عمل لها زي انسنتيفز، او عمل لها زي دافع ان هي تؤدي ده، ان قال لها احنا هنقيس الايموشنال انتليجنس ونربطه بال بيرفورمانس بتاع الموظفين والمورال بتاع الموظفين، هنربطه باداء الموظفين وبالحاله المزاجيه بتاعه الموظفين. المورال بتاع الموظفين او الحاله المعنويه بتاعه الموظفين هي اللي بتخلي الموظف يقعد في الشركه، هي اللي بتخلي الموظف يؤدي في الشركه، هي اللي بتخلي الموظف ما يفكرش انه يروح شركه تاني، ما يحصلش تيرن اوفر والموظف يسيب الشركه. لقي ان كل ما حسن عندها كمديره، كل ما حسن عندها الايموشنال انتليجنس، كل ما ده حسن البرفورمانس بتاع الموظفين، مش بتاعها هي بس، بتاع الموظفين اللي هي مسؤوله عنهم، وكل ما ده حسن المورال بتاع الموظفين، حسن الحاله المزاجيه وحسن الحاله المعنويه بتاعه الموظفين اللي موجودين معاها، وحسن شغلهم وحسن ادائهم وحسن قلل التيرن اوفر، ان الموظفين كانوا عايزين يسيبوها وكانوا بيفكروا ان هم يروحوا اقسام تانية داخل نفس الشركه ويسيبوها، لا دلوقتي ابتدى الموظفين هم عايزين يقعدوا معاها وعايزين يكملوا في الشركه وعايزين يترقوا في الشركه وعايزين هي تبقى مديرتهم، بعد ما كانوا هم عايزين يتخلصوا منها في الاداره، لا ده هم عايزينها تكمل معاهم وعايزينها تقعد معاهم فتره اكبر. فبالتالي بنشوف في اخر الفيديو اللي احنا بنشوف فيه دلوقتي، ان صحيح الرو انتليجنس او الذكاء العادي او الذكاء الطبيعي او الاي كيو صحيح مطلوب، لكن اللي اهم منه اللي هو الايموشنال انتليجنس، سواء كنت موظف عادي او سواء كنت مدير او حتى ايفن في الاسره. يعني احنا كتير جدا بنشوف كتير من الاباء والامهات بيمتدحوا جدا، وده خطا، بيمتدحوا جدا ان ابنهم مش بيحب مواجهه الناس وان هو بيتكسف وان هو بيستخبى لما يجي ضيوف وي 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 الى اخره. بعد كذا سنه لما ابنهم بيتخرج ويجي يشتغل بيستغربوا، هو ازاي خايف من انترفيو؟ هو ازاي خايف ان هو يواجه الناس؟ هو ازاي خايف ان يقوم يعمل برزنتيشن؟ هم اللي ربوا فيه ده، هم اللي علموه ان انك تتجنب الناس ده شيء كويس، فبالتالي ما بقاش عنده سوشيال سكيلز، بالتالي ما بقاش عنده ايموشنال انتليجنس، بالتالي ما جيش الومه لما ان هو ما يقدرش يعمل برزنتيشن او ما يقدرش يبقى يدخل انترفيو، مع انه بيبقى شاطر جدا. احنا كتير جدا بنقابل ناس شاطرين جدا ومهاراتهم التكنيكال ابيليتيز عندهم عاليه جدا ومعلوماتهم عاليه جدا، لكنهم مش قادرين، ما عندهمش التواصل اللفظي ان هو يبين مهاراته دي، سواء في الانترفيو او سواء بكره وبعده مع مديره. كلنا ديورنج ذا انترفيو او اثناء البرزنتيشن بيحصل لنا قليل من الارتباك، ده وارد عند اي حد، لكن المشكله اني يتحول هذا الارتباك الى اني ان انا مش قادر اؤدي العمل، او اللي احنا بنسميه الرهاب الاجتماعي. الارتباك لو هو وقف لحد مرحله الارتباك وعرفت اسيطر عليه وعرفت ان انا اعمل سيلف كنترول وارجع نفسي مره ثانيه سيلف موتيفيتد وافهم اللي حواليا محتاجين ايه من البرزنتيشن دي مثلا على سبيل المثال، وبالتالي انا يبقى عندي سوشيال سكيلز على التواصل معاهم وان اوصل لهم المعلومه، ده انا كده عرفت اسيطر على الارتباك. لكن لو وصل لمرحله القلق، لو وصل لمرحله ان انا مش عارف حتى ايفن اسيطر على نفسي، مش هقدر اوصل للمرحله الاخيره. فاحنا كلنا حتى ايفن في تربيه الابناء محتاجين للايموشنال انتليجنس، ومحتاجين لقدر من الايموشنال انتليجنس ان احنا نوصل للابناء ان صحيح هو ممكن يبقى بعيد شويه عن الناس اللي احنا مش عايزينها، ولكن ما يبعدش عن الناس كلها، بعده عن الناس كلها ده هيضيع منه السوشيال سكيلز اللي هو نفسه هيحتاجها بكره وبعده
في شغله وفي حياته وفي تواصله مع الآخرين وفي كل جوانب الحياة مش هيقدر يستغنى عنها. هسيب حضراتكم دلوقتي مع الفيديو اللي هو بيكلمنا عن الميتين ليدرز، وإن شاء الله نتابع مع حضراتكم في نقاط جاية كتير في كتير من النوليدج والسكيلز اللي هتحسن الكومبتنسي والبرفورمانس الخاص بينا. شكرا جدا لحضراتكم، واتمنى اشوف حضراتكم تاني قريب ان شاء الله. شكرا جزيلا.